بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم. معكم ياسر من مدرسة عبد الرحمن الدعيج. هنتعرف مع بعض على اساسيات التعامل مع برنامج الادوب فوتوشوب سي اس 6. هيكون تركيزي في اول درس ان شاء الله على شريط الادوات اللي موجود قدامنا على اليسار، وازاي نقدر نوصف كل اداة بنختارها من خلال شريط التوصيف اللي موجود عندي فوق. اوكي، ده بالنسبة للادوات. وطبعا مش هننسى اهم جزء عندنا في البرنامج اللي هو اللايرز، ده اللي بيميز برنامج الادوب فوتوشوب، اللي هو التعامل مع الشفافيات او الطبقات. قبل ما نبدا عايزين نركز على جزء مهم جدا. احنا عايزين في النهايه ان احنا نطلع انتاج بسرعه وباقل جهد. ده بيتطلب مننا حاجتين اتنين: اولا ان احنا نتقن كل الادوات او معظم الادوات اللي موجوده عندي في شريط الادوات، ونعرف ازاي نوصفها كويس جدا. دي النقطه الاولى. الجزء الثاني المهم ان احنا اي صوره نشوفها في اي مكان، طبعا معمولها عمليه معالجه بالبرنامج ادوب فوتوشوب، نحاول ان احنا نحللها ونعرف التاثيرات اللي تمت عليها والادوات اللي تم استخدامها لانتاج الصوره. بعد كده نحاول ان احنا نقلدها، ودي طبعا تبقى مرحله اخيره في عمليه الانتاج او عمليه الاحتراف، انك انت تقدر تحلل صوره وتقدر تقلد زيها بالظبط. طيب، في عندنا نبدا مع بعض بقائمه فايل، هنقول له نيو. طبعا النيم، الاسم الافتراضي اللي هو عطوه لي هنا اللي هو انتايتلد 1، ممكن اغيره او خليه دلوقتي زي ما هو، مش هنغير فيه حاجه. بريسيت اللي هو بعض القياسات الافتراضيه اللي تم وضعها داخل البرنامج، متعرف عليها دوليا. يعني في عندي مثلا اللي هو اليو اس بيبر، وفي عندي الفوتو، وفي عندي الويب، دي كلها مقاسات افتراضيه. خلينا في الكاستم، نعمل كاستمايزيشن للصوره بتاعت للمساحه اللي احنا هنستخدمها. وهنا هسال نفسي سؤال: هل انا عايز المنتج النهائي ليا يكون مطبوع على ورق؟ يبقى هتعامل بوحدات القياس الخاصه بالورق، اللي هي الانش او السنتيمتر او المليمتر والقياسات اللي هي خاصه بيها، او ان انا هتعامل عليها شغل للديسك توب فقط، يبقى في الحاله دي هختار البكسل. طيب خلينا نختار العرض، عندي مثلا كمثال 900، ونخلي الارتفاع للصوره، انا هشتغل شغل خاص بالديسك توب، وخلي الارتفاع عندي 400. وهنا هنلاحظ عندي في الايمج سايز كوضع افتراضي لي انه بيزيد بزياده حجم الصوره، يعني 400 لو خليتها 40 فقط، نشوف الايمج سايز صار حجم الصوره بالكيلو بايت. طيب نخليها زي ما كانت 400. الريزوليوشن بيحدد مدى دقه الصوره او مدى نعوميه الصوره، بمعنى انا عندي كام بيكسل في الاتش او في السنتيمتر. كل ما زاد عدد البيكسل كل ما زادت جوده الصوره، وبالتالي زاد حجم الملف اللي موجود عندي. طب نخليه مبدئيا دلوقتي ممكن 100 كافي بالنسبه للشغل على السكرين. الكالر مود في عندي مجموعه من الاختيارات: البيت ماب طبعا اللي هي الصور النقطيه، جراي سكيل اللي هي عايز الصور بالكامل اشتغل عليها ويكون المنتج النهائي الخاص بجراي سكيل اللي هو درجات الرمادي، او ار جي بي اللي هي اختصار لثلاث الوان ريد جرين بلو، او السي ام واي كي اللي هي السيان والماجنتا واليلو والبلاك. طيب ايه الفرق بين الار جي بي والسي ام واي كي؟ ده بيفرق معايا لما بطلع المنتج النهائي الخاص بيا واروح علشان اطبعه في مطبعه، هل المطبعه دي بتتعامل او الاحبار اللي موجوده عندهم بتدعم الار جي بي ولا بتدعم السي ام واي كي، عشان ما يبقاش في اختلاف في الالوان. طيب انا هخليه دلوقتي شغل طبعا على كله زي ما قلت على الديسك توب، فهخليه ار جي بي. الباك جراوند كولر في عندي ثلاث اختيارات: اما اني بخليه وايت ابيض، او بخليه باك جراوند كولر، وهنا ابص على طول على الفور جراوند والباك جراوند اللي عندي في شريط الادوات. الفور جراوند والباك جراوند عندي هنا ابيض او احمر او ازرق، هو دوت اللي انا هختاره لو اخترت باك جراوند كولر. طيب بالنسبه لاخر حاجه اختيار عندي اللي هو الترانسبيرنت، اللي هو وضع الشفافيه، دوت مش بستخدمه الا لو كنت بعمل صوره امتدادها بي ان جي. طيب خلينا دلوقتي نختار مثلا الوايت ونقول له اوكي. اتفتحت عندي المساحه. نرجع تاني بسرعه كده نبص على شريط القوائم، فايل، في عندي مجموعه قائمه فايل، في عندي مجموعه من الاوامر زي ما احنا شايفين، اوامر كتيره جدا. نبدا نجيب ورقه وقلم ونبتدي نسجل مع بعض الاختصارات اللي موجوده قدامي، لان انا بعد كده مش هشتغل من خلال القوائم، هشتغل بالاختصارات بقدر الامكان، طبعا تيسيرا وصولا في الشغل مش اكتر. في عندي كنترول ان، كنترول او، في عندي كنترول دبليو اغلاق، في عندي السيف كنترول اس او سيف از، شيفت مع كنترول اس،
دي اهم اختصارات بستخدمها هنا، وطبعا كنترول كيوت بستخدمها في الاخر، في اخر التصميم بتاعي لما بحب اقفل الملف البي اس دي. طيب خلينا نبص على السيف از، هلاقي ان في عندي الامتدادات او المنتج النهائي للشغل بتاعي بيكون عباره عن الديفولت بتاعي اللي هو البي اس دي اللي هو بيتعامل مع الطبقات. طبعا ده لو حفظته بي اس دي مش هينفع اشغل الملف تبعي الا على برنامج الادوب فوتوشوب او برامج مشابهه ليه. الامتدادات اللي انا بصدر بيها الصور ممكن اصدرها جي بي جي او بي ان جي، وفي طبعا امتدادات كتيره جدا. انا اللي بيهمني في الشغل النهائي هو البي ان جي او الجي بي جي فقط. اوكي، فخلينا طبعا احنا لسه في مرحله تكوين الصوره، فبنخليها على الوضع الافتراضي الخاص بي اللي هو البي اس دي. خلينا دلوقتي نرجع تاني لقائمه فايل، خلصنا الاختصارات اللي فيها. قائمه اديت طبعا كلنا عارفين كنترول اكس كنترول سي كنترول في، فيل لو حبيت املى تعبئه باللون شيفت مع 5 اف 5. في عندي قائمه لاير ما فيهاش اختصارات كتير بستخدمها، ولا التايب. في عندي سيلكت هنركز فيها على سيلكت اول كنترول اي او دي سيلكت كنترول دي. وفي عندي اختيارين ريسيلكت اللي هو شيفت مع كنترول دي او انفيرس يعني يعكس لك التحديد شيفت مع كنترول اي. نحاول نحفظ الاختصارات ديت لان زي ما قلت لحضراتكم انا بعد كده هشتغل بالاختصارات. طيب نيجي بسرعه نبص على قائمه فيو. في عندي فيو المسطره اللي عندي اقدر اظهرها او اخفيها. طبعا المسطره انا اقصد بيها المسطره اللي موجوده عندي، في عندي مسطره افقيه وفي عندي مسطره عموديه، اقدر اخفيها او اقدر ارد اظهرها تاني. اقدر ارد اظهرها عن طريق كنترول ار. اوكي، بالنسبه لقائمه ويندو في عندي لاير اف 7 وفي عندي الاوبشن وفي عندي تول. احنا ملاحظين طبعا ان التولز اللي عندي لو ضغطت عليها اختفت التولز اللي موجوده عندي على اليسار، والاوبشن الخاصه بيها موجوده فوق. نرجع نظهر تاني التولز اللي موجوده عندي. بالنسبه للجزء اللاير اللي موجود عندي اقدر برضو اخفيه من قائمه ويندو، اقول له لاير، نركز هنا على F7. اوكي، نضغط في الكيبورد F7 رجع تاني. طيب البرنامج من ضمن المميزات اللي فيه انه بيتناسب مع طبيعه عمل الشخص اللي قاعد على الجهاز. بمعنى في عندي فوق عندي هنا اختيار اللي هو اسينشال، في عندي لو انا غاوي اشتغل 3D هختار 3D. لاحظنا طبعا القوائم عندي كلها اتغيرت، بقت اصبحت انها تتناسب مع شغل 3D. في عندي الموشن لو هعمل حركه اللي زي ما قلت لحضراتكم من شويه اختصاراتها او مش فاكر قلتها، اللي هي الجي اي اف اللي عايز يعمل لك ملفات جي اي اف هنا موشن، ده التايم لاين الخاص بالموشن. وفي عندي البينتنج وفي الفوتوغرافي وفي تيبوغرافي وفي ريسيت موشن. طيب ريسيت موشن هنا ملاحظينها انها موجوده مع اختيار الموشن. طب لو اخترت الاسينشال وجينا نشوف ريسيت هنلاقي الريسيت خاصه بيها. طيب نضغط على ريسيت انشن الاسينشال ونشوف ان في عندي مجموعه كبيره جدا من الادوات الخاصه بالتصميم اللي انا هعمله او خاصه بالشغل بطبيعه شغلي في الجرافيك. طيب هل ممكن نمسكهم كلهم وناخد منهم اللاير فقط اللي احنا هستخدمه الحين واسكر الباقي واستخدم ديت؟ ممكن جدا، واقدر تاني ارجعهم عن طريق الريسيت اسينشالز. اوكي، ده بالنسبه لشريط اللايرز او منطقه الطبقات.